السلام عليكم ورحمة الله. نشرة إخبارية جديدة من تين تي في، أهلا بكم. ونبدأ أخبارنا بأخبار الانتخابات البرلمانية، حيث أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تقريرها لمتابعة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. ورصد التقرير الحقوقي التزام القضاة من المشرفين على اللجان الانتخابية بالحيدة والموضوعية في إدارة العملية الانتخابية، مشيرا إلى العشوائية في توزيع القضاة على بعض الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تغيب البعض من القضاة وغلق لجان انتخابية. كما أشار التقرير أيضا إلى التزام الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بالحيادية الكاملة أثناء العملية الانتخابية، والقيام بتسهيل عملية الانتخاب وتأمين التصويت في أجواء هادئة. وبعد فوزها في قائمتي الصعيد وغرب الدلتا، أكدت قائمة في حب مصر على لسان طارق الخولي عضو اللجنة التنسيقية بها أن القائمة ستدعم مرشحين في الفردي خلال جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، مشيرا إلى أن الدعم سيكون سياسيا وميدانيا. أضاف الخولي أنه ليس هناك عدد معين لهؤلاء المرشحين، وأن القائمة تحاول أن يكون الدعم من خلال عدد كبير من الدوائر، موضحا أن القائمة تستعد للمرحلة الثانية بخطة عمل كبيرة في القاهرة وشرق الدلتا لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية. أما حزب النور السلفي فقد أعلن بعد اجتماع لهيئته العليا استمراره في خوض انتخابات البرلمان. وأوضح الحزب في بيان له أن الاستمرار في العملية الانتخابية يأتي استكمالا لمهمة الحزب في الإصلاح ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائه من المشهد السياسي حسب قوله. أضاف البيان أيضا أن الحزب حصل على المرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التي شاركت في القوائم والتي تجاوزت 70، حيث يخوض الحزب انتخابات الإعادة على 23 مقعدا. أعلنت وزارة الداخلية أن إلقاء القبض على حسن مالك أحد القيادات بتنظيم الإخوان وأربعة آخرين جاء بعد أن توفرت معلومات بشأن إدارتهم مخططا لتهريب العملة الأجنبية والإضرار بالاقتصاد الوطني. وأوضحت الداخلية في بيان لها أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني باطلاع قيادات بتنظيم الإخوان خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة من عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار. أعلنت وزارة الصحة أنها انتهت من مسودة قانون التأمين الصحي الجديد وأرسلتها إلى مجلس الوزراء. وأضاف أحمد عماد الدين وزير الصحة أن القانون يشتمل على إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن منح التراخيص للمنشآت التابعة لوزارة الصحة لتقديم الخدمات التأمينية، وذلك بناء على مستوى الجودة. وأشار الوزير إلى أن دور هيئة التأمين الصحي في القانون الجديد سيقتصر على تمويل الخدمة الصحية من موارد النظام التأميني الذي يستهدف تغطية كافة المصريين. وعلى الشأن الصحي، حيث أكدت وزارة الصحة أن فرق تطعيمات الحملة القومية للحصبة والحصبة الألمانية المقرر إطلاقها يوم 31 من أكتوبر الجاري ستنتشر في الوحدات الصحية والمدارس والميادين والشوارع الرئيسية ورياض الأطفال. وأوضح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي أن الحملة تستهدف تطعيم الفئة العمرية من سن 9 أشهر وحتى 10 سنوات، مشيرا إلى أن الطعوم المستعملة في الحملة تشرف عليها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. أغلقت وزارة الأوقاف ضريح الإمام الحسين تفاديا لأي صدام أو خروقات وإصباغ مشاهد مذهبية حول ضريح رأس الإمام الشهيد في ذكرى عاشوراء. وفي السياق نفسه، قامت وزارة الداخلية بنشر استعدادات أمنية وشرطية خارج المسجد وفي ساحة المشهد الحسيني بالخارج للتعامل مع أي اقتحام مزمع للضريح. كما تقوم الشرطة بتفتيش الحقائب وإبعاد الباعة الجائلين عن محيط المسجد، كما قامت الأوقاف أيضا بإجراء اتصالات مع مشيخة الطرق الصوفية لعدم إحياء أي فعاليات داخل المسجد حتى لا يستغل في أي أحداث سلبية مذهبية أو سياسية.
واقتصاديا إلى البورصة المصرية في أسبوع، حيث ارتفعت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع. وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة أن البورصة حققت مكاسب وصلت إلى 4,400,000,000 جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 459 مليار جنيه، مقابل 454 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، بانخفاض بلغ نحو 1%. وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 5,800,000,000 جنيه، مقارنة بقيم تداول بلغت 4,200,000,000 جنيه خلال الأسبوع الماضي. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان استعداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة لطرح 11,119 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، وذلك في 18 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية. وأوضح الوزير أن الأراضي تشمل 4,882 قطعة للإسكان المتميز، و 6,237 قطعة للإسكان العائلي في إطار خطط الوزارة للتنمية العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، وإتاحة جميع مستويات الأراضي لمختلف الشرائح من المواطنين. وإلى أخبارنا العربية والدولية، ونبدأها من فيينا، حيث عقد اليوم وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وتركيا لقاء تمهيديا في العاصمة النمساوية فيينا، قبيل اجتماع آخر يجمعهم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لبحث الأزمة السورية. من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بعد وصوله إلى فيينا أن الأعمال الروسية في سوريا تذكي الحرب هناك، وأن الصراع لن ينتهي إلا بخروج الأسد دون شروط. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاستبق اللقاء الرباعي بقوله إن الأسد أبلغه أنه مستعد للحوار مع بعض جماعات المعارضة. من جانبها، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية الضربات العسكرية التي تنفذها روسيا في سوريا، معتبرة أنها تساهم في تعزيز قوة تنظيم داعش المتطرف. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، أشارت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور إلى أن 80% من الأهداف المعلنة للغارات الروسية في سوريا نفذت على مناطق لا تسيطر عليها داعش. وزعمت باور أنه منذ أن بدأت روسيا ضرباتها تغيرت الخريطة السورية لصالح تنظيم داعش المتطرف. ومن سوريا نتجه إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستسمح للمصلين من كل الأعمار بدخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة. يأتي إعلان الشرطة الإسرائيلية في ضوء جهود دبلوماسية لتهدئة أعمال العنف المتواصلة منذ 3 أسابيع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. في السياق نفسه، أصيب اليوم جندي إسرائيلي جراء تعرضه للطعن جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، فيما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه جرى إطلاق النار على المهاجم. وأشار مصدر طبي إلى أن إصابة الجندي طفيفة، لكن لم ترد معلومات حول وضع منفذ الهجوم. ومن الأراضي المحتلة نتجه جنوبا إلى اليمن، حيث قصفت طائرات دول التحالف العربي أهدافا تابعة لجماعة الحوثيين وصالح في صنعاء. وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت منزل اللواء علي محسن الأحمر في حي حدة، الذي تتخذه قيادات الجماعة مقرا لهم منذ الاستيلاء عليه في سبتمبر الماضي. كما استهدفت الطائرات الليلة الماضية مخازن الصاريخ في جبل عطان وسمع عدوي وانفجارات كبيرة هناك. من ناحية أخرى، وجهت طائرات التحالف ضربة قوية إلى ميليشيات الحوثيين بعد مقتل أحد أهم قيادات الجماعة في قصف على مواقع لهم في محافظة حجة شمال غربي اليمن على الحدود السعودية.
وإلى أخبارنا الرياضية، ونبدأها من الدوري العام المحلي، حيث حقق اليوم النادي الأهلي فوزه الأول ضد نظيره طلائع الجيش بهدف وحيد سجله اللاعب عبد الله سعيد، وحصد بذلك الأحمر أول 3 نقاط له في المسابقة، ويحقق فوزه الأول مع مدربه الجديد البرتغالي جوزيه بيسيرو. والمباراة أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري العام لكرة القدم للموسم الجديد. وهو ده الهدف الأول للنادي الأهلي. التسديدة حلوة جدا حلوة جدا، يا ترى مين اللي جابه؟ يا ترى عبد الله السعيد ولا مين اللي جابه؟ هنشوف اللعبة مرة تانية، هنشوف اللعبة مرة تانية. مش ممكن عبد الله السعيد، أعتقد عبد الله السعيد يجيد ويفيد ويحرز الهدف السعيد للنادي الأهلي. شوف اللعبة، شوف البينية، شوف طلع حارس المرمى، وادي هنا بقى عبد الله السعيد بيسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في بطولة الدوري. يا سلام يا سلام، حلو الكلام. وفي إطار الجولة نفسها فاز نادي سموحة على فريق غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في استاد المحلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. أحرز هدف اللقاء الوحيد مهاجم سموحة هاني العجيزي. هدف هاني العجيزي في الدقيقة 57، هدف ولا أروع من كده، حطها في الزاوية اليمين في المقص اليمين لمحمد فوزي، ولو جبت مين أتخن جول ولا يجيبها، صعبة جدا جدا جدا، بس خدمته الكرة اتهيأت لهاني العجيزي، حطها بوش رجليه الخارجي في المقص اليمين في الزاوية البعيد، قطعت الكرة. وما زلنا مع منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث تعادل فريق المقصة والشرطة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما باستاد الفيوم في الأسبوع الأول للدوري المصري الممتاز لكرة القدم. تقدم البوركيني عبدالله سيسي لاتحاد الشرطة في الدقيقة 67، وتعادل أحمد سامي للمقصة في الدقيقة 96 من عمر اللقاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة. أيضا حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا ثمينا على ضيفه بتروجيت بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الإسماعيلي الرياضي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. وحول أبناء المدرب حسام حسن تأخرهم بهدف أحرزه أحمد جعفر لاعب بتروجيت من رأسية في الدقيقة 57، حولوه إلى فوز بثلاثية افتتحها أحمد رؤوف في الدقيقة 60 قبل أن يضيف أحمد جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 80. وقضى سيد عبد العال على أحلام بتروجيت عندما نجح في تسديد ركلة الجزاء التي أتيحت للفريق البورسعيدي قبل نهاية المباراة بدقيقتين. ومشاهدي الكرام، نشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. 3:30 بمشيئة الله نلتقيكم مع جولة إخبارية جديدة من تين تي في. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه.